طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأولى حلقات برنامجنا ثلاث حكايات. ثلاث حكايات برنامج يروي حكاية الأشياء قبل أن تكتمل، ويبحث عن الفكرة التي كانت خلف هذا النص الإبداعي أو في ألوان تلك اللوحة أو بين ترانيم قصيدة تناثرت كلماتها في دهاليز الحب المختفي خلف أسوار العواطف، أو تنتمي للحظات هي بين هذا وذاك. حلقتنا اليوم تروي حكاية قصيدة عرس وعسكر وإناء حنة تناثر كشظايا الروح التي تبحث عن الحبيب الذي انتزع من لحظة حبه. وتقرير بدأ من الخرزة وانتهى بالشارع الذي اكتظ بعساكره وأسلحتهم التي أفزعت الناس الباحثين عن لحظة أمن وسط خوف لا حدود له. أما اللوحة فهي تسرد الوهم الذي تبحث عنه خارج حدود الوطن، فتحول الأمل في تلك اللوحة إلى موت بين بياض الثلج وسواد الأم الثكلى. يطوف اسمه بين مدن العراق مع قصائد الحب والفراق المتكومة في حضن أم أو حبيبة، وقصائده تتجاوز كل الحدود التي يحاول أن يفرضها أعداء الحب. هو موجود بين كلماته، وبالعشق الذي يحمله نصه تلتمع تلك الكلمات فتمتزج بشعاع الشمس أو بضوء القمر. عريان السيد خلف اسم لا يعرف، لأن شعره شرح كل مشاعره ونضاله وحبه ليس للحبيبة أو للأم، وإنما للعراق ككل. عريان السيد خلف. ولد الشاعر عريان السيد خلف على ضفاف الغراف، تلك المدينة التي نجدها حاضرة في الكثير من قصائده. بدأ ولعه بالشعر في سنوات عمره المبكرة، صدرت له مجامع شعرية طبع الكثير منها لأكثر من مرة. حاصل على دبلوم في الصحافة التي عمل فيها لسنوات طويلة، إضافة إلى عمله الإذاعي والتلفزيوني. حاصل على الكثير من الجوائز والأوسمة التقديرية، ومنها وسام اليرموك من جامعة الأردن. وتنتشر قصائد عريان السيد خلف بين مختلف شرائح الناس كما ينتشر الهواء بيننا. بعد نور القمر ما غاب طبقنا الباب، الكل مظللت متلف حذر احباب، يمر بينا يغفينا ويعاتبنا النسيم الغاب. بعد زواجي بشهر القي علي القبض من قبل الامن العام، وفي ليل وكنت انا وزوجتي في كله تعرفين كلها، وكانت العصر هي مسوية يعني دوفة مع الحنة تحني شعرها، فألقي القبض علي وحاولت الهرب يعني لما حسيت بيطرق على الباب وعلى، وصعدت للسطح لقيت البيت كله مطوق، فأخذوني ولوحت لي من بعيد بعيد، وكنت أحبها. توفت الله يرحمها، وكتبت عنها قصيدة بعد فترة بالسجن. يعني القصيدة تحكي يعني الحوادث هذه الليلة المشؤومة، فأقول بيها بعد نور القمر ما غاب. بعد نور القمر ما غاب طبقنا الباب، الكل مظللتنا تلف حذرها احباب، يمر بينا يغفينا ويعاتبنا النسيم الغاب. نمت ما نمت لان الدق يزيح الباب، فززني الدق برجفه، منيتي بوك يا وسفه، اشوف اشباح تتقرب واشوف حلوق سودا محرقه على الجسم تتصوب، وما صدقت
وتخيلت روحي بحلم واتقلب ونسيت القمر والكلة وطفرت بروح مختلة ولأن الصوت صح وقف أنا شراد مني وصاحبي وقف وسكتوا والرصاص من يدهم سولف عجب حتى الرصاص يصيح بي وقف وعزت بالقلب روحي ودربتي تمندل ذبت من صيحة النسوان عند أطفال مختلة تركت أيامنا الحلوة وسواق أحلامنا الفلة تركت عيونها تجري ودمعتها لها بيسري ولاحت بيدها بون وبدت دوفت الحنة وقصت راسها الياما يغطيني وزيلن ضفايرها نقعن بطي ورمني مشبعت منه يا طير التمر دخذلها وصيتي وخلها تتحنى ويجيبا عطر قصتها على تابوتي للشنة وقاوي الموت أرد دوعة وتجي ونتشابق بلوعة تمد الباح تغرفني وخرب روح موجوعة تمر أيامنا الحلوة على الونات تتسطر كلتنا الكحلها غبار دشت عرس تتنطر ضوانا الباهت النعسان يترجانا يتحسر إش قد خم بزوايا البيت حزنان إش كثر دور وملقى أكو كلمة المظفر النواب جميلة جدا يقول لم أرى أرض في الدنيا سقيت بماء بدم ودمع كأرض بلادي يعني هذا إذا أخذنا الوطن الانتكاسات والحروب والفواجع والفيضانات وفي زمن السومريين إلى زمن النهضة بالإضافة إلى هذا أن الحزن نرضع ويا الحليب من أمهاتنا يعني أمهاتنا المرأة مستلبة دائما تتزوج مو برغبتها تجبر على الزواج تعمل ليل ونهار تكتاح في الحقيل وفي البيت وفي الطحين طحين وأحيانا تنام على طاق الرحى من الجهد اللي يتبذله ومن التعب بالإضافة للإهانة تعامل كأنها إنسان من الدرجة السادسة أو السابعة وهذا مو ما يقتصر على بيت أبوها لا بيت الزوج أيضا وتنتظر أن يصير عندها ولد لما تحس أن في أحشائها كطفل وتبدي مخاوفها تلازمها لأن هالطفل من يولد ويكبر وتجسد به كل آمالها وكل هاي تجي إمرأة تأخذها منها وتتزوجها ويتجنها حتى عنهني لما كان يرقصن يقولا مريدن مريدن طنر باي واخذن الطنر باي ومهادي أطلب برجفة فادي قل الوالدة غادي عسن عابات يتشن فهذا الخوف اللي لازمه هو عمره سنة أو أقل من سنة بعدين احنا فكينا عيننا للدنيا شفنا أمهاتنا ترن منا وتبكي وكنا نرضع دموعها مع الحليب يقع علينا فهذا الحزن الحزن حزن شفيف واعتادناه تختفي الحكايات بين المعلوم والمجهول أو في ركن قصي لا تصله العين إلا أنه شديد بحضوره الحسي وبهذه الصدفة المسرعة يلتقط فلاح الذهبي حكايته المؤطرة بجمل رقيقة لكنها حادة الأطراف لتخدش طرف ذاك الذي يجلس من بعيد يتفرج على المشهد من خارج الإطار فلاح الذهبي تجده هادئاً في كل لحظة من لحظات تقاريره التي لا يمكن أن تنسى بل إنها تقلق الضفة الأخرى من النهر حيث يجلس المراقبون لأحاسيسنا ولفظنا أو قبولنا القسري لهم أو لما يتسيدون به علينا هل تجدونه جاداً فعلاً؟ هل فلاح الذهبي مثلاً؟ فلاح حسن الذهبي عمل مصمماً في العديد من الصحف والمجلات العراقية وقبل عام 2003 عمل مراسلا لإذاعة العراق الحرة وبعد هذا التاريخ عرف مراسلا مع قناة الحرة عراق ثم ارتقى إلى منصب مدير الأخبار ومدير في فترة لاحقة وأخيرا أصبح مديرا لمكتب الحرة في بغداد إضافة إلى عمله التلفزيوني أصدر من وحي هذا العمل الجزء الأول من كتابه يوميات مراسل في بغداد ويعمل على إصدار الجزء الثاني منه إضافة إلى الكتابة والتلفزيون
أقام فلاح الذهبي معارض تشكيلية مشتركة داخل العراق وخارجه. حكاية الخرز مريت أحد الشوارع، الرجل فارش فرشة بسيطة ونخلي أنواع من الخرز بها، فسألتها شنو الخرز، فقال هذه ضد الرصاص وهذه للرزق وهذه قسمها صنفهن، علما أنه هو ما مبين عليه يعني مرزوق هواي لأنه ملابسه رثة ومتعب. فقلت له ليش ما تستفيد من هذه خرز الرزق؟ طبعا ما جاوبني لأنه هذا السؤال هو الرجل يريد يبيع. فهنا اشتعلت براسي فكرة، كان 2006 احتدام الصراع الطائفي، فبديت أشتغل على هذه الفكرة، فكرة الخرز اللي هو ضد الرصاص، الحمايات المسؤولين كل واحد وراء فدرة من الحمايات. فاقترحت أنه كل واحد بدل من هذه السيارات أنه كل واحد يأخذ له خرزة من هذه الخرز اللي ضد الرصاص، وبالتالي يخفف على الشوارع في بغداد هذا العبء اللي تتحمله وإطلاقات النارية المتواصلة ربما تصيب واحد من المواطنين شايل خرزة بجيبه وممكن أن يتجاوز هذه القضية. القضية الثانية أنه انتقال المواطنين كان من منطقة إلى منطقة أيضا صعب وممكن أن يتعرض للاغتيال، فأيضا اقترحت أنه توزع هذه الخرز للمناطق حسب مناطق الخطر. هنا طبعا راح تبرز مشكلة، مشكلة المحاصصة، نوعية الخرز اللي راح تتوزع لهذه الجهة أمام هذه الجهة، زائدا أنه راح تصير على عدد السكان هذه الخرز، يعني فالأمر يحتاج إلى وزارة فسميتها وزارة الخرز. بعدين واحد من اللي يبيعون الخرز اقترح قضية ثانية، قال هم ليش هم دايخين بهذه القضية الحكومة والمسؤولين، خلونا احنا ندير لهم الدولة، احنا عندنا خرز ضد الرصاص وعندنا خرز مال رزق، وبدل هالبطالة وهذا الوضع احنا نقدر نوفر خرز للرزق، اللي ما عنده شغل ياخذ له خرزة ويطلع يحصل على رزق. شايل خرزة جملة تطلق على كل من يعود سالما لأهله بعد مروره بمنطقة ساخنة، وكما تطلق على كل من ييسر أمره في إتمام معاملته ضمن أحد الدوائر. وأصبح شائعا البحث عما يطمئن النفوس من الأبراج إلى قراءة الفنجان وأخذ الخيرة، ولكن الخرز في الموروث الشعبي على ما يبدو تمتلك خصائص ووظائف متعددة كما يعتقد البعض، فعند البحث عن البنزين تحتاج إلى خرزة، والمهجر الذي يحصل على مأوى أيضا شايل خرزة، ومن يبرد قلبه بماء بارد في حر قائض يقال له شايل خرزة. إن شاء الله إذا لقيت إذا تكلفنا الوحدة الخرزة يعني كل ما أملك أشتريها وأملك في سبيل عيش من الطلقات، وهذا الثلج إن شاء الله همي أنا أخليه خير زمال ضد الرصاص حتى يعيش ويانا يبقى العمر كله. وأغرب ما يشاع عن الخرز بين العراقيين تلك التي تحمي من الإطلاقات النارية، ويتمنى البعض أن توزع على الأطباء والأساتذة وسكنة المناطق الساخنة، وينظم ذلك بقانون كي لا تدخل المحاصصة الطائفية في الأمر، والصحفيون أيضا يحتاجون لها، وتخفيفا على المسؤولين من كثرة الحمايات التي تطلق النار عشوائيا أثناء مرور مواكب بهم. يتمنى البعض أن يستعاض عن ذلك كله بخرز ضد الرصاص للمسؤولين وللفارين من حر الصيف وينامون على السطوح والذين لهم أمنيات. الكهرباء لما تطفى عندنا احنا شو نسوي؟ مضطرين نصعد فوق السطح ننام، فندور لنا على خرزة بيك التحميل من طلقات مال الليل.
وهناك نوع شائع آخر من الخرز وهي خرز المحبة، ويعتقد باعتها أنها حل أمثل لحل الخلافات بين القوى السياسية التي لم تبني جسور الثقة بينها رغم مرور أكثر من 4 سنوات، ولم يرق أداؤها إلى مستوى ما يتعرض له الشارع بحسب الخرازين الذين أبدوا استعدادا لحل هذه المشكلة. أحيانا أستنفذ هذه الأفكار فأخذ كاميرا وأطلع للشارع لا على التعيين أي مواطن ماشي أسئله أنت وين رايح، مثلا ماخذ ابنه يودي يسجله بالمدرسة، هاي من ضمن الحكايات، وبالمدرسة صعب عليه أن ينقله من منطقة إلى منطقة أخرى، فتبرز حكاية الشارع العراقي مليان بالحكايات. استطاع قاسم السفتي أن يجعل من اللون واللوحة كائناً يروي حكاية ضاعت بين دروب الألام في تلك الأماكن التي تتسع فيها جغرافية الأوجاع لتصل حدوداً لم تطأها ليس أقدامنا فقط بل وأفكارنا أيضاً. في بياض الثلوج تختفي حكاية عراقية بحثت عن بياض الأمل فدفنت تحت بياض الثلج. ما طرحته في هذه التجربة هو مخالف لكل المألوف، زد على ذلك. قاسم السبتي. تخرج قاسم السبتي من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1980، وعمل مدرسا للرسم الحر في الجامعة التكنولوجية عام 1985، ومن ثم مدرسا في أكاديمية الفنون الجميلة عام 1989، عضو نقابة الفنانين العراقيين، وأيضا عضو في جامعة بابل الفرنسية العراقية. شارك في العديد من المعارض المحلية والعربية والأوروبية، وحاز على جائزة فاق حسن البرونزية للشباب، وجائزة تقديرية من مهرجان الواسطي، إضافة إلى جائزة تقديرية من مهرجان نقابة الفنانين. حقيقة واحد من المواضيع المؤثرة في النفس واللي أحياناً هي هم كبير لازم العراقيين إلى فترات طويلة موضوع الهجرة، واللي هو كلمة محببة أكثر من الهروب. الهجرات العراقية ابتدت من زمان الملك، وأستطيع أن أؤكد هذا الحديث، ولكن الهجرة الأولى العائلة المالكة وما جاورها من عوائل برجوازية، وبعد ذاك حقيقة هجرة في زمن صدام حسين بدايات 30 تموز كما تسمى، وبعد ذاك الحرب العراقية الإيرانية وخلفتها أيضا فترة الحصار والآن فترة الاحتلال. هذه الهجرات تركت في داخلي آلاف الصور وآلاف المواضيع. حقيقة أنا أشعر بأن الهجرة ليست الحل الأمثل للهروب من جحيم الأحداث اللي يمر بها الإنسان العراقي. قد أكون يعني مبالغا لأنه لا يحمل الله نفسا إلا وسعها في هذه القضية بالذات. هناك ناس هجروا أو هناك ناس اختطفوا، المهم في الأمر القضية تخص المبدع العراقي. المبدع العراقي يجب أن وجهة نظري أن يبقى يحارب بطريقته الخاصة كل ما جرى من أحداث، على أقل تقدير، لأني في قناعة تامة بأن الإبداع، قانون الإبداع، هو نفس ما يزيح الكوارث التي حلت بشكل أو بآخر. وأقصد هنا بأن معرضاً للفنون التشكيلية يستطيع أن يزيح مناسبة متعبة على النفس أحياناً، مقززة، تصرفات كثيرة نجدها في المجتمع، نجدها في الدولة، ونجدها حتى في الدين. هذه المعارض وهذه الأمسيات الموسيقية وهذه اللقاءات الشعرية، كل هذه نحن صناع للحياة شئنا أم أبينا،
وهناك طروحات هي تصنع الموت. فعلى أقل تقدير واجبنا الوطني والأخلاقي والإبداعي يترتب علينا البقاء في بلدنا. وأنا أشعر بأني وبعض الإخوة الباقين هنا في العراق والذين تحملوا جحيم كل الأحداث هم آخر رجال الموهيكنز، هؤلاء الذين أصروا على البقاء. تحضرني في هذه اللوحة واحدة من تلك الحكاية المتعبة المدمرة، هي حكاية مجموعة من الشباب الذين حاولوا، شباب العراقيين الذين حاولوا الهروب عبر التهريب، والحقيقة يبدو أن سوء حظهم قد أتى بهم إلى مهرب سافل وضعهم في منطقة غير مأهولة، وكان الوقت شتاء وثلوج، وضاعوا في منطقة الغابات على الحدود التركية البلغارية، ووجدوهم بعد أيام موتى مجمدين. وبالتالي هذه الفكرة لازمتني، وفي لحظة وأنا أشتغل في الاستوديو وجدت من المناسب أن أطرح هذا الموضوع، وأسميت لوحتي خطوات على الثلج. والحقيقة سوف تركز بالتأكيد الكاميرا على اللوحة التي خلفي ليرى المشاهد بأن ما تبقى من هؤلاء المساكين خطواتهم على الثلج فقط، وما ينبئ بأن هناك حدود. يعني الموضوع هو مزج ما بين الفن التجريدي والفن التعبيري إلى حد ما. هي تجربة جديدة بعد تجربتي في أقنعة النص والتي استعرضتها في 3 عواصم باريس ونيويورك وطوكيو، والآن أنا بصدد إنجاز مجموعة من هذه الأعمال اللي استعرضها في نيويورك إن شاء الله. برنامجنا لهذا اليوم ينتهي، لكن حكاياتنا تستمر طويلا، بين لوحة وقصيدة، كتاب وصورة قديمة، أو ربما في تقرير تلفزيوني أو على منصة مسرح، وربما في مشهد سينمائي وخلف مايكروفون. الحكايات تتواصل، لأن الحياة والإبداع يصنعان من الحكايات، والأخيرة تصنع منهما. نودعكم على أمل اللقاء في 3 حكايات أخرى.